ثاني العائد ما شاء الله، يعني ما شاء الله اليوم قدم اداء طيب. نقول لك اخوي خالد اليوم اديته مباراه متوسطه المستوى، لان اللاعبين القاسيين يمكن دشوا مشحونين شوي، لان عينه على لقب الدوري فيفا. فشنو انطباع المباراه اليوم واداء ربعك بالملعب؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني للامانه نقدر نقول هارد لك لكاظمه، قلت لك القادسيه للامانه لعبنا يعني مباراه متوسط المستوى، ولكن خيطان والأمان يعني خيطان فريق مجتهد عنده لاعبين صاعدين يمتلكون كذا لاعب ما شاء الله حتى المنتخب الاولمبي. للامانه القادسيه فاض السيطره طول المباراه، لعبنا على تكتيك معين طبق لنا قال لنا المدرب وطبقناه. اهم شيء الفوز غض النظر عن المستوى، وان شاء الله الزعامه قريبه. اخوي خالد احنا ندري ان القادسيه باجي له نقطه ويحسم الدوري الفيفا لهذا الموسم، اللعبه الجايه ويا نادي الكويت، هل في تكتيك ثاني للاعبين نادي القادسيه؟ تدري يمكن نادي الكويت له حسابات ثانيه غض النظر حتى سواء كانت للبطوله حتى لو مباراه وديه. احنا الأمانة يعني الفريق المنافس الاول اللي هو نادي الكويت فيها مباراه انا اقدر ثار ان شاء الله قادرين عليه، لان انا اتوقع القادسيه ولا عده مباريات ولا مره فاز على الكويت. صراحه انا اقدر اقول هذه من نقطه سوداء حق نادي القادسيه انه ما يقدر يفوز على نادي الكويت اكثر من خمس مباريات اربع مباريات، هذه يعني ما عمرها صارت مع نادي القادسيه. باذن واحده راح نكسر القاعده هذه وتراقبوا نادي القادسيه. نشكر اخونا اللاعب خالد القحطاني ونقول لكم فالكم ان شاء الله الدوري، ومشكور وما